شادي، شو محضر لنا ترويقة؟ شو محضر للمشاهدين ترويقة؟ لا لقلنا بالصدق. اوكي، انت شو لخصتها ماني عارف بالموضوع كله سوا. على كل حال صباح الخير، يعطيكم الف عافيه. بس بعرف اليوم كثير منيح، انا ما في طلب بطلبه الا ما بصير جاهز بعد دقيقتين. تحت الهواء تحت الهواء. عندنا ثلاث اشياء اليوم عم نحضرهم، هي سلاد الروكفور مع الاونديف بطريقه كثير حلوه، وعندنا القلقاس مع العدس اليوم اذا الله راد، وراح يكون كمان عندي اليوم صينيه من اللحم المفرومه مع البشاميل عليها من فوق، بس بقلبها بيكون في الريكوتا، راح نحط جوزيف، وراح نحط بعد جبنه بيضاء قابله للدهن. ضيف صينيه بالفرن بتعقد بالجنب. ضيفتي قلت لك برافو، بس هي مش ضايقه. ما هي جاي لهون والضحكه على وجهها. بنرجع لعندك جوزيف. ثانك يو لك، بنرجع لك بعد شوي شادي. اليوم مش عم نذكر انه استثنائيا 11:30 بتوقيت بيروت بنقفل على الارضيه وبنكمل معكم على فيوتشر امريكا. لكن المشاهدين خلينا نحكي مع تانيا وفيلم لانه انسان. بدي حيي مدام رباب الخطيب منصور ناشطه بالمجتمع المدني، اهلا وسهلا فيكي، ومدام علا صقر ناشطه بالمجتمع المدني ايضا، اهلا. صباح الخير. صباح الخير جوزيف، كيفك؟ الحمد لله. تفضلي الحديث لك. طبعا بدي رحب مثلك بضيفتي هيدا الصباح. رح نحكي عن موضوع الفكرة كتير مهمة اللي نفذتوها حضرتكم، خريجي ماستر، بيعطوني التايتل مزبوط لما خربت فيه أنا و ماستر بالعلاقات الإسلامية المسيحية. ماستر بالعلاقات الإسلامية المسيحية بجامعة القديس يوسف، معهد الدراسات الإسلامية المسيحية، وبإطار تخرجكم قمتم بعمل وثائقي رح يصدر قريبا، رح تخبرونا عنه، عنوانه لأنه إنسان. رح بلش معك مدام علا صقر، بتخبرينا أكثر عن فكرة هالدوكيومنتري وقدمته. الفكرة ابتدت وقتها نحن كنا عم نجتمع، خلصنا الماستر وعم نجتمع نشوف بأي إطار بدنا نشتغل، فلقينا أنه أصعب مرحلة مرقت فيها الحرب اللبنانية نحن برأينا نحن كانت حرب الجبل. فارتقينا أنه ليه لا مننقي هالمرحلة على رغم صعوبتها، ومنحاول بقلبها نلاقي اي شيء ايجابي بين كل هالصوره السلبيه اللي موجوده. حلو. هيك انطلقت الفكره. اوكي. التنفيذ ما كان بهالسهوله، بسهوله كيف طلعت الفكره، انه لتلاقي شيء ايجابي بمرحله هالقد سلبيه، بعرف انه منا كثير سهله، بس انه هيك انطلقت الفكره. اوكي. مدام رباب، نجحتوا بايجاد الايجابي؟ وين لقيتوا للايجابي؟ بأول ما بلشنا كانت الفكرة انه وين ممكن نلاقي هالإيجابيات ضمن الحرب، وقديش هالحرب ممكن تكون فعلا في إلها وجه آخر اللي هو الوجه الإيجابي. هلأ اللي لمسناه انه بالعكس في كتير قصص إيجابية صارت ضمن الحرب، بس للأسف لأنه الإعلام يمكن أكثر بيضوي على الوجه السلبي للحرب، والحرب هي بحد نفسها هي كلمة سلبية. صحيح. ولكن ضمنها كان في كتير تجارب إيجابية لكتير عالم، خلصت وساعدت الآخر لأنه هني عايشين ضمن نفس البيئة. حلو. مش لأنه لا بينتموا ولا لطائفة معينة ولا لدين معين، بس لمجرد أنه هني عايشين مع بعضهم بمنطقة واحدة، بمنطقة واحدة بالضبط، ولادها الأرض، وعايشين مع بعضهم من زمان وتعي يعني مش. حلو. ولكن هيدا الحرب البسيطة يلي صارت يعني ما وقفت بدربهم، يعني في أشخاص في بصيص نور كان بالحرب، شافوا انه الحرب هي القاطعة العرضية والحياة بين بعضهم هي يمكن الأسماء قدرتوا تلتقوا فيه، هي اللي بتكمل. قبل ما نغوص أكثر بتفاصيل الوثائقي وأمتين رح يتم إطلاقه، رح نشوف نحن والمشاهدين حوالي دقيقتين من هالوثائقي ونرجع بنكمل. يتأسف الواحد انه يقول في الليت سوا، نجي على الكنيسة نحن وياهم سوا ونتعلم بنفس المدرسة، ربينا على المحبة لبعضنا، وعقلنا عمر نحن عايشين هون سوا، ما في إنسان بيقدر للتاني كلمة بفرح بكره بكل شيء، ما حد بيعرفنا إن كان دروز ولا مسيحية، أمي ماتت ولبسي منديل مثل الدروز. الشخص
الآدمي وعنده ضمير تعامل معه، والشخص اللي مش آدمي وما عنده ضمير ابعد عنه. هذا عمل ريحني بحياتي، أقدمت عليه وخبرته لأولادي، وبعد بخبره لأولاد أولادي حتى هني كمان يعرفوا إنه هيك هيك ظروف صعبة بدأ أعمال من هالنوع، ويربوا على هاي الأعمال اللي بتعمل محبة وبتعمل وفق وبتعمل جمع كلمة. يعني قبل الحرب الأهلية كان عن جد ما كان في تفرقة. صحيح. يعني هيدا شيء جزء من قيمنا ومن تقاليدنا، يعني هالحياة سوا. مدام علا، بدي استوضح أكثر عن عم نشوف أشخاص متقدمين شوي بالعمر، صار عندهم هل إذا بدك هالسجاس، هل تقدم الفكري، رجعوا على الأساسي، بس كمان في يمكن جيل شاب بده يحضر هالدوكيومنتري. خبريني أكثر، كنا عم نحكي برات الهوا عن البادي لانجويج تبعهم، عن لغة الجسد هني، وعم بتصوروا معهم الفيلم، شو اللي لمستوه عندهم؟ يعني بتحس قدي هن طبيعيين، قدي الطريقة اللي بعبروا فيها عن الشيء اللي عملوه، في عندهم مثل خجل انه يحكوا. نحن لقينا صعوبة نقنعهم انه بليز صوروا خبرونا اللي عملتوه. الصعوبة كانت انه بيوقف بقلك انه لا، كيف انه معقول انا خبر اني عملت هيك؟ ايه هيدا شيء يعني عملت عن شو بالحرب وقتها، حرب معقول انه يخبر انه خلص شخص خلال الحرب انه هيدا عادي؟ كيف مثل كأنه عم بيربحوا جميلة من بعد وقت؟ نعم. انه نحن هل الطبيعي اللي عملوه بالنسبة لهم، هل بالنسبة لهم طبيعي، وهن طريقة تعبيرهم بنفس الطبيعية، بنفس ال يعني بخجلوك. هل طريقة التعبير تبعهم؟ انا وعم فرجي الدي في دي كفر، مدام رباب بديك تخبرينا قبل ما يداهمنا الوقت وبنرجع بنكمل، اي متى رح يتم اطلاق الدي في دي، وين وين الناس بيقدروا يشوفوه؟ اوكي، الدي في دي رح يتم اطلاقه بجامعة القديس يوسف بحرم الابتكار والرياضة CES ب 27 شهر الساعة 7 يلي هي على طريق الشام، الحرم الجامعة على طريق الشام. طبعا الدعوة عامة، الدي في دي بيكون موجود نهار الاطلاق، اي حدا ممكن يجي يحضر الحفل الاطلاق اكيد ممكن يحصل على هذا الدي في دي. وبمرحله لاحقه رح نشوف كيف ممكن نسوق هذا الدي في دي على وسائل الاعلام، على الجامعات، على الانديه الطلابيه بالجامعات، على المدارس، يعني نقدر نطال اكثر شريحه ممكنه من الشباب يلي هو اساسا هذا الفيلم معمول لهم، تيشوفوا انه الحرب يلي هن يمكن ما عاشوها بس ما سمعوا عنها الا العاطل، فيها جزء كثير اجابه لازم كمان نضوي عليه، ولازم يشوفوه ويتعلموا منه. حدا تروح رواسبها منهم كمان لانه هن تشربوها. على سيرة مدته الدي في دي 21 دقيقة. نعم. على سيرة البادي لانجوج اللي كنتوا عم تحكوه من شوي، كثير حلو إذا بنشوف بالموفي لما الشخص بيكون عم بيحكي عن العمل الحسن يلي عمله، قد بيكون عيونه عم بيلمعوا وعم بيحكوا، قد بيكون لغة الجسد تبعه مفتوحة وبتحسيه هيز اوبن عم بيحكي وفعلا مرتاح. قلت انه المسيحي الدرزي قال انه الكنيسه لنا قبل ما تكون للمسيحيه. صحيح. وما بتعرفوني الا اذا راح هذا صلى. هاللمعه وهالبادي لانجويج هو اللي دائما بنحكي عنه جوزيف، بخلينا نحكي نحن كبشر جزء من حاجتنا هي انه نصنع الخير. نعم. جزء من حاجتنا، يعني الشعور يلي بيعطينا اياه صنع الشيء الخير، مش انه كون عم بعطي خير، صنع الشيء الايجابي مع الاخر هو حاجه نعملها. يمكن هيدا اكثر رساله رح يلمسوها. في شخص بالفيلم بيختم حديثه باللي انت هلا حلو، بيقول انا هالشيء وفر لي احساس كثير مريح وحلو وبحب انقله. شو حلو، بحب انقله لجيل. كنتوا عم بتقولوا لي انه الدي في دي او الفيلم يلي بنتامل نشوفه كمان على نطاق واسع على شاشات التلفاز، لانه لا يبغى الربح، هو هدفه بناء هالجسر واظهار الجسر يلي موجود، مش بنائه لانه موجود كمان. صح، توعوي. عم بتقولوا لي انه ما تدخلتوا، ما عملتوا سنتيز، ما عملتوا استخلاص، ما عملتوا دراما، كل اللي عملتوه هو تجميع شهادات. كم شهادة عندنا تقريبا؟ 8 شهادات. 8 شهادات من 5 ضياع بالجبل. نعم، يلي هن فينا نتذكر شوي يلي هن معصر شوف، الخريبة، بشمون،
بحمدون الضيعة وشنعي. حلو. تقنيا لقيتوا صعوبة ولا من الجامعة أمنوا لكم الماتريال في تمويل؟ بدنا نشكرهم لأنالينت كمان اللي يعطيهم العافية كمان والجامعة يلي دعموكم، بس تقنيا هل كان التقنية عم تأمنوها من الجامعة ولا لا تعاونتوا مع أشخاص من خارج؟ لا تعاوننا مع شخص بلوتو بروفيسيونيل. حلو. اللي هو مخرج مخرج العمل اللي هو شادي الهبر. شادي الهبر قال له يعطيك ألف عافية كمان. يعني ما كان في سكريبت، كان كل شيء طالع نابع من القلب. هذا اللي انعمل أبدا. نعم. أبدا. يعني حتى الأسئلة كانت أكثر أوبن، يعني كنا عم نقول لهم إذا بتخبرونا شو صار معكم، وهن نعم. من هنيك وبالطالع كانوا 100% كانوا عم يحكوا عن بطل. على أمل إنه الافتتاح أو إطلاق الفيلم يحضروا أكبر عدد من اللبنانيين ونشوفوا على الشاشات، وهالأعمال يلي دايما بتبني جسور وبتفرج الجسور الموجودة، وإذا مش موجودة بتبنيها. من الضروري جدا شبابنا وصبايانا قبل ما يتحمسوا اليوم لشو ما كان يشوفوا نحن شو، ويتعرفوا على الوجه الآخر للحروب، ويمكن كمان مثل ما قلتوا بأول اللقاء انه بالحرب ما بنشوف غير سواد وما بنشوف غير السيء يلي فيها، بس دائما في بصيص نور بقلب الحرب. يمكن هيدا الشيء اليوم للشعوب اللي عم بتعاني من حروب مباشره عليها كمان فيكون رساله امل. يعطيكم الف عافيه ويا اهلا وسهلا فيكم بعالم الصباح. ثانك يو تانيا، ثانك يو لكم كمان، يعطيكم الف عافيه لكل المشاهدين كاملين. احنا وياكم عالم الصباح، بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه، اتصالاتكم المباشره مع مايا ولادي بالدنيا.